مفيش حاجة عملت هوس أي نعم. على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا أكتر من رقصة الكيكي أو تحدي الكيكي، الرقصة اللي شفنا فنانين ونجوم كورة بيرقصوا عليها في الشارع، وتقريبا كده مفيش أكاونت على الفيسبوك ما كتبش بوست أو علق أو نزل صورة وفيديوهات لرقصة الكيكي. فدلوقتي معانا على الهوا طبعا الفيديو اللي اشتهر جدا واتشاير بشكل كبير قوي قوي على السوشيال ميديا، هو الفيديو اللي عصام الحضري ودينا الشربيني وياسمين رئيس ودرة. الناس دي عجبت أكتر فيلم أكتر فيديو أكتر كيكي عجبك إيه؟ أنا والله عصام الحضري مجرم بصراحة، لا يعني بجد لا ودرة يا جماعة عملت شغل عالي جدا جدا جدا. درة طبعا كانت عاملة فيديو كده دي ياسمين رئيس دي ياسمين رئيس إحنا شايفينها هي معاكوا على الشاشة. ناس طبعا كان في ناس في انقسام كبير جدا على موضوع كيكي، كانت في ناس مع وكانت في ناس ضد. طبعا إحنا يعني طب أنت مع ولا ضد قبل ما أقول الناس؟ والله أنا ما يعني بصي هو أنا اولا انا سمعت انه في غرامه وفي في حبس، لا غرامه اللي على دينا الشربيني وياسمين رئيس ده اذا كان المعلومات اللي عندي يعني صحيحه 100%، مش عليهم هما تحديدا بس على اللي هيعمل ده. اوكي اللي هيعمل ده تمام، لان احنا شفنا كده في فيديو متشير برده بشكل كبير جدا بنت بترقص كيكي جت عربيه وخبطتها حاجه اجنبي يعني فيديو مش مصر. المذيعين عملوا كيكي على الهوا على فكره، المذيعين عملوا كيكي، المذيعين اجانب مش احنا اكيد يعني عملوا كيكي. عملوا كيكي على الهوا، فاكره انا شيرت وعملت لك منشن عليه، عملتيني منشن وقلت لي هنعملها في الاستوديو. لا على فكره ساره مش بتقول الحقيقه. طب ماشي اوكي ساره، انا بعمل لها منشن بقول لها بصي يعني المذيعين بيعملوا ايه اكيد احنا مش هنعمل الكلام ده. يا مين خليكي قد كلامك ما تهرجيش. ادخلوا عندي على الفيسبوك يا جماعه وشوفوا. بصوا انا مع انه الناس تفرح وتنبسط وكل حاجه، بس هي الفكره فكره ان العربيه ماشيه والباب مفتوح ممكن يحصل خطر على اللي بتعمل الكيكي او اللي بترقص الرقصه دي بشكل كبير جدا، ممكن العربيه تتزحلق تقع يعني ممكن فيها انا اقول لك على افيه يعني. بجد والله العظيم يا جماعه بجد مش بهرج وحياه ربنا مش بهرج، انا نمت شويه كده اللي هو عارفه التقيله بتاعت الظهر دي لو بعد البرنامج كده الساعه 7 8 انا صحيت لقيت ايه كان هو ايه كيكي، انا ما كنتش فاهمه يعني انا ما دي بقى من ضمن الحاجات اللي انا ما ببقاش فعلا فاهماها. فجاه لقيت كل الناس كيكي كيكي ايوه انا عايزه افهم ايه الكيكي ده، فالمهم فهمت هو ايه الكيكي ده. اللي عجبني بقى كمان الحاجات الكوميكس بقى اللي نازله، واحد متشعبط في الاتوبيس فبيقول لك هو ده الكيكي بتاعنا، الكيكي اصلا اصله مصري فاكره فيلم سمير غانم لا وغير كده غرام في الكرنك، غرام في الكرنك كان عمالين يقولوا ايوه يا محمود صح انا شفته عندك، محمود خليل مدير تحرير برنامج كلام البنات هو فعلا اللي كان منزله وشفته فعلا عنده وشفته بقى عند ناس كتير كمان عمالين يقولوا ان الكيكي بتاعنا ده احنا اصله اصلا مصري يا جماعه. فعجبني الكوميكس والحاجات بس يعني كتير. شيرين بقى بعت لنا احنا في جروب كده كمذيعات بعتت بتقول يا جماعه لا كفايه كيكي بقى مش معقول كده، فانا وساره مع كيكي شيرين ضد الكيكي، فيعني خلينا هو يعني لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. بالظبط اكيد كل الناس اكيد بتختلف على حاجات وبتتفق على حاجات، بس هو مسالمه الجميع بس كده. طيب